عاوزين نعرف الفرق بين موديلات تلاجات شارب في المقاس 16 قدم. احنا بنشوف تلاجات شارب في المعارض 16 قدم نفس الحجم، في حاجة انفرتر، في حاجة من غير انفرتر، في حاجة بإزاز، في حاجة من غير إزاز، حاجة ديجيتال. طب عايز اعرف الموتور بتاعها بيكون ايه، عايز اعرف الخصائص بتاعتها. انا مش فاهم كل ده، انت بتفهم ازاي الحاجات دي؟ بنفهم الحاجات دي يا جماعة من خلال بطاقة الكفاءة. انا عملت لكم برضو ورقة فيها ملخص ل موديلات تلاجة شرب، حط بقى خطين تحت اللي هقوله ده، مقاس الستاشر قدم او مقاس 385 لتر، وهعمل لكم فيديو تاني منفصل ل 58 او 450 لتر. طيب خلينا نتكلم على التلاجة اللي قدامنا دي. دي يا جماعة تلاجة شرب 16 قدم، شرحتها قبل كده في فيديوهات قبل كده على اليوتيوب، تمام، بالتفصيل بالتفصيل. ده حجمها من جوه، واقول لكم الاسعار بتاريخ النهارده، النهارده 21/12، مش عارف 21/12 ولا 22/12. طيب بصوا يا جماعه، التلاجه اللي قدامنا دي احنا نعرف الموديل التلاجه ازاي؟ بنبص على بطاقه الكفاءه، بنبص على بطاقه الكفاءه. بصوا يا جماعه، اي بني ادم في الدنيا بيكون معاه بطاقه شخصيه، برضو اي منتج لازم ينزل السوق لازم يكون محطوط عليه البطاقه بتاعته. البطاقه دي بتتحط منين؟ مش الشركات، بتتحط من هيئه المواصفات والجوده، دي هيئه حكوميه مستقله ملهاش دعوه بالشركه، عشان محدش يحط اي حاجه بدماغه. طيب دي بطاقه كفاءه الطاقه، دي ثلاجه بتبرد بالبخار مش بتعمل بالثلج. في حاجه اسمها نو فروست وفي حاجه اسمها دي فروست. نو فروست يعني بتبرد بالبخار ما بتعملش ثلج، دي فروست يعني بتعمل طبق الثلج. الماركه شارب، الموديل بتاعها اهو، نعرف بقى الثلاجه دي خصائصها ازاي من الموديل بتاعها. اس جي دي متكرره في كل ثلاجات شارب، متكرره في كل ثلاجات شارب. سيبك من اس جي دي خلاص، شيلها هي والشرطه. 48 سي ده الموديل بتاعها، 48 سي، 48 دي يعني الموديل بتاعها او الساعه بتاعتها 385 لتر. سي دي يعني بيزك، يعني ما فيهاش خصائص اللي انا هقول لك عليها في الفيديو. طيب دي 385 لتر، 14 قدم. انت ازاي انت لسه قايل من شويه 16 قدم؟ انت بتكذب علينا؟ لا يا جماعه، كان زمان واحد قدم بيساوي 24 لتر، قال لك لا هنخلي الواحد قدم بيساوي 28.3 لتر. فمقياس القدم، مقياس الواحد قدم اتغير عن زمان. طب احنا عايزين نجيب القدم بتاع زمان اللي احنا متعودين عليه من زمان، من ساعه ما اتخلقنا يعني، هنعرف نعمله نجيبه ازاي؟ بتاخد الساعه اللي تريد 385 لتر، اقسمها على الاله الحاسبه، خد 385 اقسمها على 24، هيديك 16 قدم بالظبط. دي طبعا جايبه اعلى كفاءه، وقال لي استهلاك الكهرباء جايبه المستوى ايه؟ اهي جايبه المستوى ايه؟ بتبقى استهلاكها في الشهر 42 كيلو، يبقى دي مش انفرتر. طيب دي اول يعني اول ثغره تعرفها ان هي مش انفرتر. بص على بطاقه الكفاءه دي، بص بقى بتستهلك 42 كيلو في الوات في الشهر، تمام. هحط لكم اسعار الكهرباء بتاعت اخر تحديث لوزاره الكهرباء في مصر. اسعار الكهرباء اول شريحه بتكون اللي هي اول 50 كيلو استهلاك منزلي وليس تجاري بيكون 48 قرش للكيلو. بعد كده ال 50 الاستهلاك اللي بعديها بيكون 58 قرش. بعد كده ثلاث شريحه اللي هي ال 50 الثالثه استهلاك بيكون اللي بيتحسب الكيلو ب 77 قرش. هحط له كل حاجه على الشاشه. طيب ليه ضمان عرض؟ ضمان 10 سنين، وبعد ما 10 سنين يخلصوا حصل حاجه في الثلاجه، الشركه ملزمه اللي هي توفر لنا قطع غير وتصينك الثلاجه لمده سنتين بس بيكون بمقابل مادي. طيب نبص كده بقى على دي، مقبض خارجي، مقبض خارجي ستانلس مش مقبض داخلي. تمام نبص كده على تقفيل الثلاجه. بص يا جماعه تقفيل الثلاجه ممتاز، ثلاجه من الظهر، ده مقبض استرا عشان نمسكها منه، وفي مقبض ناحيه اليمين ده لوح من الالومنيا. طبعا الجناب، الجناب الجزء اللي فوق بيكون من الجلد الصناعي عشان السربنتين او السخونيه ما تطلعش بره لو انت تفعل عليه مطبخ بلت ان، لان السربنتين بتكون موجوده في جسم الثلاجه. بص يا جماعه ده جهاز الانفرتر، بتقول عليه انفرتر بس هو اسمه استبلايزر او منظم، ده الحارس الشخصي للموتور. بمعنى ان لو الكهرباء بتاعتي قطعت في البيت ورجعت شديده هتخش على الموتور تحرقه. ده بقى الحارس الشخصي للموتور اللي هو ده، بينظم الكهرباء اللي داخله للثلاجه. في اي ثلاجه، في ناس تقول لي انا اجيب ثلاجه ديجيتال ولا اجيب بترموستات عاديه؟ عشان الديجيتال اللي بيكون على بورده في تبوس. هقول لها بص يا فندم، ما دام الثلاجه بيكون فيها جهاز منظم ما تخافيش من الكهرباء اللي داخله الثلاجه، فما تخافيش من الشاشه الديجيتال او التحكم في الثلاجه عن طريق ديجيتال تاتش او ديجيتال زراير. طيب دي بتنظم الكهرباء اللي داخله الموتور، فبتطمني على الكهرباء او تطمني على الموتور بتاعك، سواء الكهرباء بتقطع عندك في المنطقه كل شويه ما تخافيش من اي حاجه. ده الموسيقى عندي من النحاس، تمام، مش حديد مطلية لون النحاس. ده الموتور بتاعها امبراكو، هنا غاز التبريد في الموديل ده، في موديلات تانية في الشرب يكون غاز التبريد اعلى شويه. غاز التبريد بتاعي ار 134.
ده موتور امبراكو حلو يا جماعه مش وحش، ميد ان برازيل، تقفيل برازيلي، غاز ارمي 34. قلت قبل كده الفرق بين غاز تبريد ارمي 34 وغاز تبريد ار 600. الغاز تبريد ارمي 34 بيكون غاز تبريد محلي، بيكون غاز تبريد تقيل، بيستهلك كهرباء كتير عشان يبرد الثلاجه، وتبريده ما بيكونش قوي زي الار 600 ايه. فالمواتير اللي هي بيكون حجمها كبير بيحطوا المواتير اللي حجمها كبير للغاز التبريد اللي هو ار 134، لان هو عارفين ان غاز ده غاز تقيل، فمحتاجين كمبرسور او ضاغط يكون حجمه كبير. اما غاز التبريد ار 600 بيكون غاز تبريد مستورد، بيبرد الثلاجه بشكل اسرع، تبريده بيبقى قوي، فبيكون موجود في الثلاجات الانفرتر، وبيكون موجود في الثلاجات اللي هي مواتيرها صغيره، لان هو تبريده بيكون خفيف، قصدي غاز خفيف تبريده بيكون قوي، فمش محتاج مواتير كبيره. طيب خدنا كده الخصائص الفنيه بتاعت الثلاجه، نعرف بقى الموديلات ازاي. انا بتكلم على المقاس ده، بتكلم على المقاس ده اللي هي 16 قلم. بصوا يا جماعه، انا عامل لكم ملخص اهو، اللي عايز ياخد سكرين الورقه دي. ثلاجات شارب بالموديل 48، موديل 48 اللي هي 385 لتر، اللي هي 16 قلم بالقلم القديم، بالقلم الجديد 14. خد 385 قسمها 4 عشان هديك 16. طيب اول موديل ده البيزك عندنا خالص، اللي هو ال 48 سي، 48 سي اللي هو قدامنا، الثلاجه اللي قدامنا. بينزل بقى من التلاجة دي المقاس ده كام موديل او كام عيلة؟ ادي واحد، ادي اتنين، ادي تلاتة، ادي اربعة. طيب رقم واحد ده بينزل منه اللي هو قدامنا دي، دي لون اسود، ها بينزل منه كام لون؟ اتنين اربعة دي خمسة، ابيض وشامبين وسيلفر وستانلس والاسود. الاسعار بتاريخ النهاردة، النهاردة 21/12/2022، ابيض بعامل 11975، دي الاسعار الرسمية اللي المفروض تشتري بيها انت كمستهلك، تمام؟ عند الشامبين ب 12/30، عند الشامبين ده هو البيج الفاتح يا جماعه، عند السيلفر ب 12/40، عند الاستانلس ب 12/90، عند الاسود اللي هي قدامنا دي ب 12/135. طيب دي بيكون خصائصها ايه؟ بيكون فيها هاي براين كولي سيستم، بيكون فيها فلتر اي جي بلس نانو، ده مش فلتر بلازما، فلتر بلازما تلاقيه في العيله الاعلى من دي في نفس الحجم، تمام؟ بيكون فيها صناعه ثلج، بيكون المقبض بتاعها اسطوانه زي ما انتم شايفين. الهاي براين كولينج سيستم ده يا جماعه اتكلمت عليه في فيديوهات شرح قبل كده، والله وقلبي تعبني من كتر الشرح عليه. ده لوح الالومنيوم اللي موجود ده، ده يعتبر خزان للتبريد، عشان لو كهرباء قطعت يعوض الثلاجه او الكابينه بالتبريد لحد ما الكهرباء تيجي، فده مهم جدا. انا مش هتكلم عليه بالتفصيل لان اتكلمت عليه كتير جدا وهيحتاج مننا وقت، وانا مش عايز اطول وقت الفيديو. الثلاجه دي بيكون فيها اضاءه في الكابينه للثلاجه، وما فيش اضاءه للفريزر، هتلاقي في المودات الاعلى بيكون في اضاءه في الاثنين. طيب مقبض اسطوانه، نخش بقى على العيله الاعلى شويه اللي هي 48 ايه، 48 ايه دي يا جماعه تفرق ايه عن دي؟ بيكون اول حاجه الفلتر بتاعها بلازما، فلتر بلازما، بيكون الهايبرين كولي سيستم ده موجود في كل ثلاجات شارب، اللي هو لوح الالومنيوم اللي احنا لسه متكلمين عليه اللي هو في ظهر الثلاجه في وش الثلاجه ده، بتكون ديجيتال، بتحكم في درجه التبريد، مش ترموستات زي كده، لا بتحكم في درجه التبريد عن طريق شاشه تاتش، لا مش تاتش، ديجيتال زراير مش ديجيتال تاتش، الديجيتال تاتش ده في الازاز، في موديلات الازاز، وفي انذار فتح الباب لو انا فتحت الباب ونسيت اقفله بيديني انذار. طيب فلتر بلازما، وفيها حاجه برضو لوح جيلاتين بيكون موجود في الفريزر، بيعوض الفريزر بالتبريد لحد ما الكهرباء ترجع، نفس الفكره اللي موجوده في اللوح الالومنيوم اللي في الوش ده، بس بيكون موجوده في الفريزر. ده في الموديل الاعلى من دي اللي هي مش موجوده عندي، اللي هو عامل ده لوح الازرق يا جماعه، ده الايس كول باك، ده بيعوض الثلاجه بيعوض الفريزر، مش الثلاجه، بيعوض الفريزر بالتبريد لحد ما الكهرباء ترجع عشان الاكل بتاعنا يبص. طيب العيله الثالثه معايا بي في 48 جي. بص يا جماعه شايفين حرف البي ده يعني مش ازاز، في اختصار لكلمه انفرتر، جي 48 ده الموديل بتاع الثلاجه اللي هي 16 قلم، جي ده مقبض داخلي وليس مقبض اسطواني زي المقبض ده، مقبض داخلي اللي هو زي كده يا جماعه، بلت ان في الثلاجه نفسها. طيب دي خصائصها ايه؟ بينزل منها كام لون الاول نشوف الاسعار. بينزل منها الاستانلس والاسود، الاستانلس عامل 13785 والاسود عامل 13835. طيب دي فيها كام فلتر؟ الموديل ده رقم 3 فيها 2 فلتر، فلتر بلازما اعلى فلتر موجود في السوق، بلازما كلاستر اللي هو موجود في تكييفات شارب برضه، وفيها فلتر اي جي بلس نانو. الفرق بين الفلترين ده، فلتر بلازما كلاستر يا جماعه بيكون فلتر عباره عن ايونات، بيطلق ايونات سالبه وموجبه، بتقف على جدر البكتيريا اللي هي بتسبب ريحه اللي طالعه من الاكل، فبيمتص منها الهيدروجين فبيبقى الاكسجين، حاجات يعني كيميائيات مالناش دعوه بيها. وفلتر اي جي بلس ده فلتر عضوي، فيها الايس كول باك اللي هو اللوح اللزق اللي بيكون موجود في الفريزر، لسه فاتح لكم الفريزر بتاع الثلاجه الاكبر منها شويه. طيب هاي براين كولي سيستم اللي هو لوح الالومنيوم، ديجيتال انزل فتح الباب، مقبض داخلي، وقلنا الاسعار. اخر حاجه بقى الموديل الاخير بقى بتاعنا اللي هو الجي في 48 جي، ده اعلى موديل في المقاس 16، بتكلم دلوقتي على موديلات 16 قلم، ماليش دعوه ما دخلش في ال 18 ولا ال 20 ولا ال 22.
ده بينزل منه كام لون؟ اخر موديل ده رقم 4. بينزل ازاز سيلفر ب 14235، وبينزل ازاز اسود ب 14335، وبينزل ازاز احمر ب 14345. طيب نعرف الموديل ازاي؟ بص، شايفين حرف الجي اللي في الاول ده؟ ده اختصار لكلمه جلاس بالانجليزي، يعني ازاز. في اختصار لكلمه انفرتر، غادي حرف الفي منها. 48 ده حجم الثلاجه او الموديل. جي ده يعني مقبض داخلي. طيب خصائصها ايه؟ بيكون فيها الهايبرايد كولينج سيستم، اللي هو لوح الالومنيوم موجود في الكابينه وليس في الفريزر. بيكون الديجيتال بتاعها تاتش، ديجيتال تاتش لان الثلاجه عندي بيكون ازاز، فلازم تكون ديجيتال تاتش مش ديجيتال زراير. في انذار فتح الباب، مقبض داخلي، بيكون فيها 2 فلتر. واي ثلاجه بيكون فيها ازاز يا جماعه في الشرب بيكون فيها حاجه اسمها الايكو مود. الايكو مود ده يعني وضع الاجازات، يعني انا مسافر مثلا شهر ولا حاجه راح اصيف، فالثلاجه ما فيش حد هيفتحها، فما فيش تبريد هيطلع منها، فمش هتفقد او تخسر تبريد. فهي بتوفر لي في الكهرباء 10% غير الانفرتر اللي هو 40%، يبقى كده توفير الكهرباء كله كام؟ 50%. يبقى دي 4 موديلات بتاعت ال 16 قدم. 1 2 3 4. عرفنا نعرف الانفرتر ازاي؟ حرف الفي، حرف الفي. نعرف الازاز ازاي؟ حرف الجي. تمام، دي الموديلات بتاعتنا اهي. اللي عايز ياخدها سكرين هنزلها برده على جروب الفيسبوك زي ما انتم شايفين كده. هشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، وهشرح لكم بقى العائله بتاعت ال 18 قدم من الشرب اللي هي دي. هشرح لكم ان شاء الله فيديو جديد بينزل منها برده 5 عائلات، كل عيله بتمتاز عن اللي قبليها بخصائص زياده. اشوفكم بقى، ما تنسونوش بقى من دعوه حلوه، واعملوا له اشتراك في القناه ولايك حلو لصفحه الفيسبوك والمجموعه. عامل مجموعه برضو بنتناقش فيها، حد اسال اي حاجه، عروسه بتجهز عايزه تعرف الاجهزه سعرها كام، بنزل فيها الاسعار. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد.